السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان في الوطن العربي، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لدينا نوع من خفة اليد في الحلقة الرابعة من برنامجنا. طبعا هالطريقة هي مشابهة للطريقة التي وضعتها أنا في الحلقة الأولى، ولكن مع اختلاف الطريقة، يعني نفس سنصل في الأخير إلى هنا إلى أن هنالك أربعة أوراق متشابهة ولكن بطريقة أخرى غير الذي وضعناها في الحلقة الأولى. طبعا عندنا حين هذه الكارتات، نقوم نقسم الأوراق إلى نصين، النص الأول والنص الثاني. نقوم هاي أيضا نقسم نصين، النص الأول، ونقوم هاي نقسم نصين، هاي النص الثاني، عشان يكون كل شيء واضح. أوكي، كل شيء واضح. نأخذ ورقة من هني شوية. نأخذ أول صفة، نأخذ ثلاثة أوراق ونحطهم تحت، ونأخذ ثلاثة أوراق نوزعهم على كل مجموعة. هذه الورقة الأولى وزعناها، هاي الثانية وهاي الثالثة، نحط هذه المجموعة خلصنا منها. نأخذ الورقة الثانية، واحد اثنين ثلاثة، نحطهم تحت ونأخذ ثلاثة أوراق نوزعهم على كل مجموعة، هاي الأولى هاي الثانية هاي الثالثة. نأخذ المجموعة، نقوم نأخذ ثلاثة أوراق، واحد اثنين ثلاثة، نحطهم تحت ونوزع كل ورقة مجموعة. وأخيرا رابع مجموعة نفس الطريقة، واحد اثنين ثلاثة، نحطهم، وهاي الأولى وهاي الثانية وهاي الثالثة. الحين نأخذ من كل مجموعة ورقة واحدة فقط، هاي الورقة الأولى وهاي الورقة الثانية وهاي الثالثة وهاي الرابعة. نقوم نكتشف أن جميع هذه الأوراق هي متشابهة. هذه الورقة متشابهة مع هذه، وأيضاً متشابهة معهم، وهذه أيضاً. نجد أن هذه الأربعة أوراق متشابهة نفس الحلقة الأولى، ولكن الحلقة الأولى كانت بطريقة أخرى، أما الآن طريقة هذه جديدة طبعاً. أرجو أن هذه الخدعة نالت إعجابكم. في حال الخدعة نالت إعجابكم تقدرون تسوون لايك أو كومنت عبر اليوتيوب، وأرجو من الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في نقل الحلقة الخامسة من بعد هذه الحلقة، وإن شاء الله تكون هذه الحلقة تكون حلقة خامسة حلقة مميزة. إلى هنا أودعكم وإلى اللقاء مجددا بإذن الله تعالى.